تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لتكثيف الزيارات الميدانية لمناطق وقرى مملكة البحرين وتفقد مختلف الاحتياجات الصحية للمواطنين، قامت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة بزيارة ميدانية إلى مركز الكويت الصحي بمنطقة الملشية. وأكدت الوزيرة أن القيادة الرشيدة حفظها الله لطالما وضعت ضمن أولوياتها الاهتمام بالقطاع الصحي، وينعكس ذلك الاهتمام والحرص جليا من خلال رسم التطلعات المستقبلية والمتابعة نحو تحقيق مستويات أكثر إطرادا في التطوير والتحسين المستمر الذي يشمل خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأهالي بشكل عام. هذا وقد اجتمعت وزيرة الصحة خلال زيارتها التفقدية مع عدد من المسؤولين في مركز الكويت الصحي، حيث استمعت سعادتها إلى كافة الملاحظات والمقترحات المقدمة من المواطنين المترددين والتي تتعلق بتحسين كفاءة الخدمة الصحية بالمركز. كما تم استعراض العديد من الرؤى والاستراتيجيات التطويرية الخاصة بمواكبة الزيادة السكانية والطاقة الاستيعابية وفقا لطموحات الأهالي. كما استمعت أثناء جولتها الميدانية إلى وجهات نظر المواطنين وآراء المرضى من مرتادي المركز، كما وجهت كافة المسؤولين والكوادر الإدارية والطبية إلى ضرورة الأخذ جديا بملاحظات المواطنين والعمل على تلبية وتوفير الاحتياجات الفعلية للأهالي. كما وجهت سعادة الوزيرة إلى دراسة جميع المقترحات والنقاط التي تم طرحها والمتعلقة بتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة وتطويرها لصالح خدمة المواطن بالدرجة الأولى. استمعنا إلى بعض الملاحظات من قبل المرضى وأهالي المنطقة، وطبعا كان الهدف منها هو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. هذا مما لا شك فيه وجود هذه الزيارات التفقدية من قبل سعادة الوزراء إلى أهالي المنطقة، تؤدي إلى قرب من الأهالي، تلمس احتياجاتهم، القرب منهم يعمل على التكاتف بين الوزراء وبين القيادة وبين الشعب، شعب البحرين. وهذا ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة، توجيهاتها السامية من أجل الاطلاع على خدمات المقدمة للمرضى. طبعاً أنا أنتهز هذه المناسبة السعيدة لزيارة سعادة الوزيرة لأقدم جزيل شكري إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، الذي لا يألو جهداً ولا يدخر وقتا أو توجيهات للوزراء والمسؤولين بالالتقاء مع جمهور وزاراتهم والاطلاع على هواجسهم وتطمينهم إنهم بأعيننا. هذا ما حققته اليوم هذه الزيارة الميمونة لسعادة وزيرة الصحة، أن تكون بين جمهورها في الميدان. أنا أتقدم لسعادتها ولوزارة الصحة بجزيل الشكر على ما قدموه اليوم من مختصر حول طموحات وتحديات وزارة الصحة. بالنسبة للمركز، العمل من أحسن ما يكون، ما في السوالف مني، واسطات ما واسطات بالساعة، وأنا أتردد كذا مرة على المركز، والحمد لله يعني نشكر كل القائمين في المركز على عملهم، ومثل ما قلت لك نشكر الوزيرة ورئيس الوزراء والحكومة، شكرا جزيلا، وأكرر شكري للوزيرة على متابعتها. وزيرة الصحة اليوم زيارتها مركز الكويت الصحي، وتشرفنا بهذه الزيارة، وإن شاء الله في تطور، وإن شاء الله إذا طور المركز وإن شاء الله ما هي اللي كل آراء المرضى اللي حضروا واللي قابلوها هي بتكون إن شاء الله بتوفر إليهم الليلة متطلباتهم، وما في تقصير إن شاء الله منهم، وإحنا إن شاء الله مرضى والمركز خادمنا بكل كادر الطبي، ونشكر كل العاملين فيه.